احشي الفيديو مشان ماشي الحال. هلا صارت واضحة القصة شو عم بيصير، انه نحن لنلاقي الجولدن رول، لنلاقي الكي ستار تاع القاعدة الذهبية، هو لما تكون الام بي كي بتساوي دلتا، مش هيك؟ عفوا لما نعمل الشير بس مثل ما قلنا هون لما تكون الـ MPK بتساوي الدلتا. بس أنا بدي ألفت لكم نظركم لشغلة صغيرة، إنه مش حيالله MPK، مش حيالله K فيها تكون هي الـ شو اسمه هي القاعدة الذهبية، لا نحن عم ننقي بين كذا حالة ثبات، بين كذا حالة ثبات عم ننقي أي وحدة منهم هي اللي بتعطينا حالة أعلى حالة استهلاك. أوكي، خليكم معي شوي لأفتح أنا هذا الملف اللي عندي هون فرجيكم عليه، فرجيكم. أوكي، إذا بتطلعوا عندي هون رح آخذ هذه الصورة وحطها عندي هون. هذه الصورة موجودة عندكم أنتم بالكتاب، إذا بتيجوا تطلعوا فيها ليك شو حاطط لي هون؟ حاطط لي الأس بتساوي صفر، صفر فاصلة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. طيب يعني عم بيقول لي رح آخذ عدة حالات من الأس سيفينج، يعني طبعا هو ليش عم يقول لي بدي آخذ عدة حالات من الأس؟ لانه لما تكون الاس هون بيكون حاله الثبات هون، لما يكون الاس هون بيكون حاله الثبات هون، ولما يكون الاس هون بيكون حاله الثبات هون، بالتالي لكل اس في لها حاله ثبات، كي ستار كي ستار كي ستار. شايفين كل ما عم يطلع الاس كل ما الكي ستار بتزيد، هيا كانت هون 1 هون 4 هون 9 هون 16. وطبعا هون عم نحكي الفانكشن بتاعتي هي هون الواي بتساوي كي باور 1 هاف او سكوير روت للكي. اوكي طيب. اذا بيجي انا بحسب عندي هون لكل كي ستار قديش الواي ستار، طبعا هون بهيدي الحاله اللي هون لما الكي ستار بتساوي واحد معناتها الواي ستار بتساوي واحد، ومعناتها الدلتا كي لأنه الدلتا بتساوي صفر فاصلة واحد بتساوي صفر فاصلة واحد ضرب واحد تعطيني صفر فاصلة واحد. هون مثلا الكي ستار بتساوي أربعة، صفر فاصلة واحد ضرب أربعة بيكون صفر فاصلة أربعة. أوكي طيب، وهون عم بحسب السي ستار، فأصلا بكل حالة أنا عم بحسب قديش عم بيكون الكي ستار تاعولتي وقديش بيكون الواي ستار قديش بيكون الدلتا كي ستار. طبعا السي ستار بيكون الفرق بيناتهم بين الواي والدلتا، لانه والدلتا كي السي هي بتساوي الواي ناقص اس واي، بس لانه حاله ثبات السي بتساوي الواي ناقص اس عفوا ناقص عفوا اون دلتا كي. اوكي إذا بتكون هون صحيح، هون S الواي هي الفرق بين S الواي ناقص الـ SY، معناتها الواي بتساوي ناقص دلتا K، لأنه بحالة الثبات هيدا بيساوي هيدا. وحسبنا هون، شوفوا هون شو طلع عندي بهيدي الحالة اللي هون قديش الـ MPK، وهون قديش الـ MPK بيحسبوها رياضيا مش رح نحسبها نحن هون، هون الـ MPK وهون الـ MPK. اوكي، وهون في عندي الدلتا كي
أو الدلتا. أيه. أنا قلت بحسب الـ MPK ناقص دلتا. لما تصير الـ MPK ناقص دلتا، شايفين عم تصغر عم تصغر عم تصغر، هون وصلت للصفر، معناتها هذا عندي هون حالة ثبات. أنا كثير بيهمني هيدي تفهموها شو عم بيصير في عندي هون. واضحة عندكم هاي؟ والله برجع بشرح. لا واضحة. طب أنا بسألكم سؤال لشوف قديش واضح عندكم، بس لأتأكد من الموضوع. ليه هون عم بيكون الفرق بين الـ MPK والدلتا بوزيتيف، وليش هون عم بيكون نيجاتيف؟ حدا بيقدر يساعدني بيقول لي ليه؟ تحت لأنه الـ MPK عم بيكون أقل من الدلتا. صحيح، لأنه الـ MPK عم بتكون أقل من الدلتا، ممتاز، لأنه تحت عم بيكون في عندي هيك، هذه الدلتا K وهون، فإذا أنا هون هذه الـ K star gold، صرت هون صرت على اليمين، هون السلوب بتاعت الـ Y هاي أقل من هاي، بالتالي الفرق بيناتهم بده يكون هذه الـ MPK هون، تعطيني الـ MPK وهون الدلتا. فإذاً عم بيكون الـ MPK minus الـ MPK أقل من الدلتا، الجواب بيناتهم عم بيكون نيجاتيف. طيب ممتاز ممتاز. أتمنى عليكم تجربوا تاخذوا هول هذا الجدول وتجربوا تحلوا لحالكم أنتم بالبيت هيك تشعوا مشان تصيروا. طيب رح آخذ هلا حالة عملية بدي لاقيها هي ذاتها هاي بشكل رياضي بشكل مات، يعني إذا أنا بعطيكم عمل بالبيت بالامتحان، إذا بعطيكم اكزرسايز كيف بدي حلو لهذا الاكزرسايز؟ طيب رح بالأول شيلون دلتا محيهم لهون. طيب افرض إنه الواي مثل ما عطيني إياه هو هون، الواي بتساوي كي باور 1 هاف، يعني راسين كاري دوكا، رح افرض إنه الدلتا بتساوي 0.1. ماشي الحال؟ طيب اول شغله بدي اعملها، بدي الاقي حاله ثبات، لانه الجولدن رول او القاعده الذهبيه هي حاله ثبات معينه. ماشي الحال؟ شو وبدي اربطها لهذه حاله الثبات بالاس السيفنج، يعني انا بدي افرض انه معدل الادخار بيساوي ليتل اس، ما بدي احطه قديش الفاليو بتاعته. اوكي طيب شو هي الفورمولا تاعت حاله الثبات؟ الفورمولا الاساسيه لحاله الثبات هي انه دلتا كي بدها تساوي زيرو. شو يعني دلتا كي بتساوي زيرو؟ يعني بيقول لي انه الادخار الاس واي بد ناقص دلتا كي بده يساوي صفر. لاحظتوا شو الفرق بين هون وبين هيديك القاعدة الذهبية؟ هيديك بتقلي الـ MPK بدها تساوي دلتا، هيدي الـ golden، بينما حالة الثبات شي تاني، SY الادخار ناقص الاهتلاك بيساوي صفر، معناتها الـ S ضرب الـ Y أو الـ Y يلي هي هاي ضرب راسين كاري دو كا سكوير روت تاعت الكي بدها تساوي دلتا كي. وطبعا انتم بتعرفوا هون في اعمل سمبليفاي، تنزل هاي لتحت يطلع عندي انه الاس بدها تساوي دلتا ضرب كي ماشي الحال على راسين كاري للكا سكوير روت تاعت الكي. صارت هون في عندي شيء رياضي، بالتالي صار فيني اقول انه اس على دلتا اوكي بتساوي سكوير روت للكي. مزبوط، معناتها انه اذا برفع كل شيء للباور 2 بيعطيني كي ستار. طبعا هون لازم كلهم نحط لهم ستار ها، لانه هذا عم يعكس لي عم يعطيني
حالة الثبات. معناتها إنه K star بتساوي S على delta power 2. أوكي، هذا الـ K star. شو بتساوي الدلتا؟ الدلتا بتساوي 0.1. أوكي؟ معناتها إنه الـ K star بدها تساوي S على كنترول Z، S على، خليها مثل ما هي، مش هنغيرها هلا. طيب، S على دلتا باور 2. هلا شو بيقول لي؟ شو الجولدن رول؟ الجولدن رول هو هذا الام بي كي بده يساوي دلتا. بحسب هلا الام بي كي، هذا لقيت انا الفاليو تاعت الكي ستار. طيب الام بي كي شو بيساوي؟ الام بي كي بتساوي دلتا واي على دلتا كي. شو هي الواي؟ الواي بتساوي سكوير روت اوف كي او كي باور 1 هاف. شو بيساوي هذا الـ شو اسمه؟ الديريفيتيف تاعولته دلتا واي على دلتا كي بتساوي 1 اوفر 2 شيك كي شيك. مش هيك مش هيك تطلع عندي الام بي كي. طيب اخر شغله بدي اعملها هون، الجولدن رول. جولدن رول شو بيقول لي؟ بيقول لي لما انا اكون عند هون كي ستار شو بده يساوي؟ هذا بده يساوي دلتا. اوكي، هذا الام بي كي بده يساوي دلتا. طيب رح بسط حالي، رح بسط الامور تاعولتي، رح اقول رح طلع الكي ستار لفوق اذا بدكم او معناتها هون واحد على اثنين بتساوي دلتا كي ستار سكوير روت. بس ولكن انا الكي ستار بعرفها، الكي ستار هي هون اس على دلتا. معناتها هون واحد على اثنين بتساوي دلتا سكوير روت الكي ستار اس على دلتا باور 2. هاي شو معناتها؟ على اي، لا رح شوف قديش رح تطلع بسيطه. معناتها ال1 اوفر 2 بتساوي دلتا سكوير روت لهذا الترم هو اس على دلتا ضرب اس على دلتا. يطلع عندي انه الاس شو بتساوي؟ 1 على 2 يعني بتساوي 0.5، وهو هذا يلي طلع عندي هون بهاي الرسمه الاس بتساوي 0.5. طيب مبدئيا هذا هو الجولدن رول. فاذا انا لا اعرف كيف بدي اطلع الجولدن رول، يعني شو افضل اس بدي اعتبر الاس الناون عندي، ما بعرف وين كنه. شو بعمل اول شغله؟ اول شغله بطلع الكي ستار او الكي اتوال اون فونكسيون دو اس، كي ستار ان فانكشن اوف اس، ماشي الحال. بعدين الكي ستار تاعولتي بحطه على جنب وبروح على الام بي كي بتساوي دلتا. مش هيك؟ بروح بعدين بروح على الام بي كي بتساوي دلتا وبحط الكي ستار بالفاليو تاعولتها يلي طلعتها وبلعب على الفورمولا لطلع الفاليو تاعت الاس. في سؤال لحديت هون؟ ماشي الحال؟ صعبين؟ دكتور بس ترجع تعيد كيف عملت هذه العملية كلها؟ طيب برجع بعيده للإكزرسايز يعني؟ لو سمحت. أوكي رح أعيده هون.
اوكي. اول شيء انا في عندي شغلتين، في عندي حاله الثبات وفي عندي القاعده الذهبيه. القاعده الذهبيه، القاعده حاله الثبات بتقول لي انه الدلتا كي بتساوي زيرو، معناتها اس واي ناقص دلتا كي بدها تساوي زيرو، او اذا بدكم الاس واي بيساوي دلتا كي. اما القاعده الذهبيه شو بتقول لي؟ خليني بس هون، الاس واي ستار بيساوي دلتا كي ستار. القاعده الذهبيه شو بتقول لي؟ انه الام بي كي ستار بده يساوي دلتا. بالتالي انا اللي بدي اعمله مثل ما شايفين عندي هون، بدي طلع كي ستار ان فونكسيون دو اس، كي ستار ان فونكسيون اوف اس، لانه هي كل عمليه القاعده الذهبيه اي مستوى ادخار بيعطيني اعلى حاله اعلى نسبه استهلاك، اي مستوى ادخار بيعطيني اعلى استهلاك، ماشي الحال؟ طيب اي مستوى ادخار لاي حاله؟ لحاله ثبات. بالتالي خليني الاقي حالات الثبات كلياتهم يلي هن will depend on s، وعلى اساسهم نقي وحده بيناتهم. كيف بدي اعملهم لهول؟ بدي هون استعمل هذه القاعده، اوكي، وحل على اساسها. يعني انا بعرف الاس هون ما معي اياها لانه هذه هي اخر شيء بدي الاقيها، الواي ستار يلي هي كي ستار باور 1 هاف، هذه شو بدها تساوي؟ بدها تساوي دلتا كي ستار. هون دغري انا اذا بدكم دغري بس لحظة شوي هلو عندي صح في شيء؟ اوكي، انا اكثر شوي لثاني واحد، اكثر شوي صغير. يعني اوكي طيب اوكي طيب اوكي خير مش مشكلة. اوكي فإذا اس كي ستار 1 هاف بتساوي دلتا كي ستار، بالتالي انا بعرف انه الدلتا هون بتساوي 0.1، معناتها انه صار في يقول اس على 0.1 بدها تساوي كي ستار 1 هاف. اوكي، هيدي معناتها انه الكي ستار 1 هاف بدها تساوي 10 اس، لانه 1 على 0.1. اذا بدكم هاي معناتها انه الكي ستار بدها تساوي 100 اس سكوير. ماشي الحال هيك؟ كلها عم حطها اون فونكسيون دو اس الكي ستار. طيب، لانه انا بالاخير بدي الاقي احسن اس. طب للاقي احسن اس بدي اروح هلا استعمل القاعده الذهبيه يلي بتقول لي انه الام بي كي ستار بتساوي دلتا. الام بي كي ستار قلنا الام بي كي ستار بتساوي دلتا واي على دلتا كي. اوكي، طبعا الواي هي كي باور 1 هاف، بعمل الديريفاتيف لهيدي بيطلع بيساوي 1 على 2 راسين كاري للكي، بما انه حالة ثبات حط كي ستار. شو بدي انا هاي؟ بدي اياها تساوي دلتا، يعني بدي اياها تساوي 0.1. اوكي، طيب عندي هون الكي ستار هاي اللي هون، وعندي هاي الدلتا بتساوي 1، صار فيي احط كل شيء بالفاليو بتاعته وطلعه. يعني 1 على 2 سكوير روت الكي ستار 100 اس سكوير بدها تساوي 0.1، لانه الدلتا بتساوي 0.1، معناتها 1 على 2
square root the whole هن 10 s بيساوي 0.1. معناتها واحد على 20 على 2 ضرب 10 ضرب 0.1 بتساوي اس، مش هيك؟ نزلت 0.1 لتحت، هذا عفوا بتساوي هون اس. معناتها انه الاس بتساوي 1 على 2 بيطلع 0.5. اوكي، هلا خليني اقول لكم شغله، انه كيف بيحسبوها هذه منا شغله بسيطه بدكم تتدربوا عليها شوي صغيره. في حدا عنده سؤال؟ مش الحال دكتور. ممتاز ممتاز. الباقيين الباقيين ماشي حالكم؟ خلينا ناخذ الحضور. آية صفا ماشي الحال؟ ايه دكتور. طيب بس انا برجع بركز عليكم انه هول لازم ارجع انا اعيدهم بالباقي، بدي امسك ورقه وقلم وحلهم، كثير ضروري. طيب هلا انا خلصت من الجولدن رول. وشو يعني جولدن رول؟ بس ولكن بعد في شغله اساسيه، إذا بتتذكروا لما بلشنا نشتغل نحن كل الشغل قلنا هون هذا الـ SY وقلنا هذا الـ Delta K. هون قلنا هذا الحالة الثبات. إذا بتتذكروا منيح قلنا هون بهاي الحال، يعني هون الكي ستار، قلنا هون بيكون في عندي الاستثمار وهون عم بيكون في عندي الاهتلاك، والفرق بيناتهم عم بيكون هون هذا الاي ماينس دلتا كي، يعني هو اللي عم بيزيد على رأس المال يلي هو بيصير بيساوي كابيتال دلتا كي، وبالتالي الكي بده يزيد، بده يضل يزيد ويزيد ويزيد مثل ما حكينا لنوصل لحالة الثبات. طيب خلصنا منه، وقلنا كمان لو بلشنا عن اليسار رح يصير في عندي ذات الشيء، رح يصير في عندي ذات الشيء. طيب ممتاز، شيء حلو كتير. القصة هلا خلصنا منها هاي، فإذا أنا ما كنت على حالة الثبات رح أوصل لحالة الثبات، رح أوصل لحالة الثبات. طيب بس ولكن السؤال هلا إذا أنا ما كنت على القاعدة الذهبية هل بوصل أوتوماتيكيا على القاعدة الذهبية؟ يعني إذا الكي ستار الجولد هو هون وأنا هون، يعني شو معناتها؟ معناتها إذا هذا هون الاس 1 لازم هذا ينزل ليصير اس 2 واي. طب إذا أنا على الكي ستار 1 هون في شيء بيقدر يجيبني لهون على الحالة الثانية؟ هذا السؤال اللي بدي أسأله. هلا دكتور انت عم بتقول اذا هي تلقائيا بتروح على الكي ستار 1، بس انه اذا على القاعده الذهبيه لا ما بتروح تلقائيا على القاعده الذهبيه، لان هون حسب الادخار والاستهلاك تبع كل فرد. يمكن 100% هذا هو الشيء الصحيح، لانه انا لما اوصل على الكي ستار 1 ما انا وصلت على حال الثبات، ما عادش اتحرك منه. طب كيف بدي اتحرك منه؟ في عندي شيء ثاني لازم ينعمل. بس ولكن أنا إذا بترك الأمور لحالها
ما بتحرك. لا انا وصلت على الكي ستار 1 معناتها بضلني على الكي ستار 1. طب شو بدي اعمل ساعتها؟ كيف بدي اجي انا من هون لهون؟ هون السؤال. طب انا هون عندي على الكي ستار 1 عندي معدل الادخار اس 1 وعلى الكي ستار 2 معدل الادخار اس 2. فاذا لاوصل على القاعده الذهبيه بدي نزل الاس 1 بدي نزلها للاس 2. كيف بدي نزل الاس 1 للاس 2؟ انا كحكومه بدي شجع الناس انها تدخر اقل. انا بدي انع الناس يا جماعه يا شباب يا صبايا انتوا اللي عم تعملوه هلا عم تدخروا كثير. نحن عم نعمل استثمار وكثير الكي ستار تاعولنا عالي وخلونا نروح ننزل هالكي ستار تاعولتنا وبيطلع الاستهلاك. لانه انتوا هون صحيح انه انتوا في عندكم استهلاك، بس اذا بننزل لتحت نوصل على القاعده الذهبيه استهلاك تاعكم بيطلع. بيقولوا له والله؟ بيقولوا له نعم. طب يلا خلينا نشوف شو بده يصير. اها بس هون انا وياكم بدنا نتساعد. بدي شوف لما نعمل هالقاعده الذهبيه لما ننزل السي ستارت الاس 1 تاعولتنا كيف بده يتغير وضع البلد. اوكي وبدنا انا وياكم نشتغل على الموضوع هون هيك بنحله بشكل بسيط، ما مش مفروض يكون معقد. طيب رح بلش بحاله انا وياكم مثلا انا بدي افرض رح محي هول اللي هون رح بلش بهذه الحاله اللي انا فيها رح بلش انه الكي ستار انا موجود بحاله ثبات اعلى من القاعده الذهبيه. يعني خليني اقول انه هيدي هون شيلة وهيدي هون شيلة وطبعا هون رح اعملها هيدي هيك وبدي افرض يا جماعه الخير انه هذا اللي هون هي الواي. اوكي طيب جيت انا وهون بدكم تتابعوني منيح. انا عند هيدي النقطه هون عند الكي ستار 1 جيت قلت لهم للناس اللي عندي يا شباب يا صبايا انا من هلا وبالرايح انتوا عم تدخروا 20% من السالري تاعولكم. يلا خلص هلا تدخروا اقل من 20% خلينا نقول تدخروا 10% نزلوا نسبه الادخار. طيب بدي انتوا تقولوا لي هلا شو راح يصير بالاستهلاك. اول شغله شو راح يصير بالاستهلاك بهالحاله دغري؟ حيرتفع الاستهلاك. رح يرتفع الاستهلاك. رح يرتفع شوي صغير ولا كثير؟ شو رايكم؟ انه حسب اذا الام كي ام بي كي اتاش. طلعي لي على الرسمه يا مين عم يحكي ساميه؟ ميساء. ميساء طلعي لي على الرسمه. إذا أنا على الكي ستار 1 وين فيني أشوف الاستهلاك؟ هو هون هيا مش هذا الاستهلاك؟ دكتور هو حيرتفع كثير مبين على الرسم. أيوة ليش بده يرتفع كثير؟ قولي لي. ما نحن قللنا الادخار. ايوه ممتاز. فاذا بالاول كان عندي الاستهلاك هون لما خف الادخار بوم زاد الاستهلاك. زاد الاستهلاك مش هيك؟ طيب خلوا لي هذه على جنب هلا برجع لها. قولوا لي هلا شو بده يصير بالكيس بالكي ما أنا هلأ هون. أوكي أنا هلأ على هاي النقطة اللي هون وفجأة نزل الاس صار هذا الاس 2 واي ماشي الحال.
وصار حالة الثبات الجديدة تعطي. أوكي يعني إذا بدكم هلأ هذا الخط ما عاد إله عازة شيء، هذا الخط اللي هون ما عاد إله عازة، بس ولكن أنا على هذه النقطة اللي هون، أنا هون هيك. طيب فإذا أنا لأنه هلأ أنا مش بحالة معش، في عندي حالة ثبات، شو بده يصير بالكيس ستارت عولتي؟ بدها تنزل، بدها تبلش تنزل 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 لأوصل لعند الكي ستار جي. طيب شو بده يصير بالواي ساعتها؟ الإنتاج، شو بده يصير للإنتاج؟ هلا هون بين انه قال طبعا ما كان بالاول هون الانتاج، مش هيك؟ كان بالاول هون، هلا عم يبلش يقل لا يوصل لهون. اوكي فاذا انا اللي صار فيي اعمله، صار فيي ارسم دياجرام صغير يبين عندي شو بده يصير بالواي. فاذا الواي بالاول كان بحاله ثبات وبعدين نزل شوي شوي هيك لا يرجع يوصل لحاله ثبات جديده، هذا الواي. اوكي بس لحظه، نعم سلام. لا والله ما حكينا معه، ما بعرف هلا بنرجع فيها. يلا ماشي الحال بالنسبه للواي. طيب هذا هون لما بينزل على تي زيرو هون الوقت ال شو اسمه. طيب الاستهلاك، لايكوا شو عم يصير بالاستهلاك. الاستهلاك نحن قلنا كنا بالاول بحالة ثبات مش هيك، وفجأة مش هيك كان بالاول هون الاستهلاك وفجأة طج، يعني الاستهلاك رح يطلع هون رح يطلع هيك. طيب شو بده يصير بعدين بالاستهلاك؟ طلعوا لي شوي مع الوقت، شو بده يصير بالاستهلاك؟ شو بده يصير بالاستهلاك؟ أصلاً كنت عم بسألكم إنه الاستهلاك أول ما نزلت الأس كبر كتير، وشو بيصير له بعدين للاستهلاك؟ إذا أنا عم روح كمان بده يقل، كمان بده يقل، كمان بده يقل. طيب أوكي سؤال، فإذا أنا كنا عم نقول هون الاستهلاك كنا بالأول على الصراط المستقيم، إلا فجأة طج الاستهلاك، بس بده يرجع ينزل، بده يرجع ينزل ينزل. السؤال قديش بده يرجع بينزل؟ يرجع بينزل لهون ولا لهون ولا لهون؟ شو رأيكم؟ يرجع بينزل بالطريقة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أنا رح ساعدكم. طب قدي عم أقلل الادخار؟ لا بس أنا بدي ساعدكم أنه نحن ليش بلشنا الشغل كله من الأول؟ ليش نزلنا الأس من الأس 1 للأس 2؟ عشان نوصل للقاعدة الذهبية. شو يعني القاعدة الذهبية؟ شو خاصيتها هاي؟ يعني أعلى نسبة استهلاك. أها فإذا هلأ بالنهاية بدي أوصل لاستهلاك أعلى ولا أقل من السابق؟ أكيد أعلى، أكيد أعلى. فإذا أكيد مش ثلاثة لأنه أوطى، وأكيد مش اثنين، بدي أوصل لاستهلاك أعلى من السابق. هون بدي أطلع هيك وأشعر هيك، مش الحال؟ شفتي كيف طج بالأول وبعدين نزل شوي شوي.
بس ولكن انتهى أعلى من ما كان سابقا. أوكي طيب، بعد في الاستثمار شو صار بالاستثمار؟ نعملها هون، يلا بنجرب نخلصها قبل ما يخلص الوقت. كان الاستثمار هون، شو صار بالاستثمار هون؟ شوفوا لي شوي. أكيد انخفض. كان بالأول أوكي، كان بالأول خلينا نعملها بالأحمر، كان بالأول أوبس هيدا الاستثمار أوكي، كان بالأول هيدا لأنه كنا هون عند حالة الثبات، إلا فجأة نزل السيفينج صار هون، ماشي الحال؟ صار هيدا الادخار، بالأول كنا هيك كنا ندخر هول، هلأ هول كلهم راحوا صرنا عم ندخر هالقد، شو صار بالاستثمار؟ فإذا هبط، ولاحظوا هبط وضلوا عم يكفي شوي 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 ليوصل لنسبة استثمار أقل، يعني اللي راح يطلع عندي هون كنا الاستثمار هالقد هبط وضلوا ينزل شوي شوي ليوصل لحالة جديدة. أتمنى تعطوهم لهول كثير وقت وكثير جهد وتخبروا رفقاتكم أنه اللي عملناه اليوم كان بده شغل منيح، ماشي الحال؟ بفتكر رح يخلص الوقت هلأ، بين دقيقة ودقيقة بيخلص الوقت. في حدا عنده سؤال؟ طيب أنا كان المفروض أنه أعمل محاضرة بخلال هذا الأسبوع، بس ولكن أظن أنه شوي صعب هذا، أنا بفضل أجل هذه المحاضرة الإضافية لجمعة الجاي، يمشي الحال معكم هيك بيكون أفضل ولا بفضلوا هذه الجمعة؟ هلا طالما في اضراب وهيك انه لو كانت هاي الجمعه بحس ما بيأثر، بس ما بعرف الباقيين اذا هيك ما بعرف هيك مقدر. طيب اوكي لكن الخميس نحن بنعمل المحاضره الاضافيه، بس اتمنى عليكم انتم ورفقاتكم تراجعون منيح، لانه اذا ما مراجعين منيح رح نوصل لاشياء بعد معقده اكثر، لانه كله عم نبني عليها. اوكي يعطيكم ألف عافية دكتور، ومنشوفكم إن شاء الله يوم الخميس، نتفق بالضبط أي ساعة الخميس بعدين دكتور. نعم أنا تمويل دول.